20 سنة، 19 أكتوبر 1996، 20 سنة. سلمار يعني جزاه الله خيرا، لأن ديك الخير اللي تدير ربي عليك. 20 سنة كانت ديما سلمى تقول لي ما عرفتش كي هندير الرياضة داخلة في السوسيال. كانت ديما تتفكر، وهي قالت لي جات عندي عيطت لي واحد النهار قالت لي صافي عرفتي شنو هنديرو، هنشوفو الناس اللي هما تيديروا الرياضة وما مساعدهمش الدراسة ديالهم يكملوها أو الحالة الاجتماعية ديالهم، حنا هنكونوهم باش يكونوا مدربين. وفعلا كونت بزاف الناس اللي هما دابا راه تبارك الله راهم مدربين. كانت يجيو عندنا الناس اللي تتعاون الرئيسه غير من الرباط، من بعد رجعوا تيجيو من جميع الجهات المملكه، من الشمال للجنوب، من طنجه للقويره، رجعوا تيتصلوا الناس بالجامعه عفاك راه سمعت بانكم راه تساعدوا الناس يعني باش يخدموا، وسيرتو تتعيط لنا مثلا شي مراه ولا شي واحد من ديك الاسره راه عفاك ما عندناش الامكانيات باش ولدنا يتكون. كاينين الناس اللي تتوفر لهم يعني السكن ديالهم، التنقلات ديالهم، الاكل ديالهم، حتى تيتكون يكون مدرب او مدربه. والحمد لله راه دابا يعني مازال عندنا اتصالات بهم تبارك الله، راه حلوا يعني كاين اللي تزوجوا وداروا وليداتهم، داروا دويرتهم، ومازال عندنا اتصالات بهم. الدراري اللي كانوا لاعبين ديال الفيتنس او الهيب هوب، ودابا حتى هما رجعوا مدربين في الدول العربيه.